بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو بيقول لي إيه؟ ديفايد 72.4 أو 72 and 4 tenths divided 10 power 1. دي 72.4 divided 10 power 1 أصلاً equal 10. أنا لما باجي أعمل ديفايد موف ذا بوينت تو ليفت، يعني ماشي البوينت للليفت، يعني إزاي؟ البوينت تمشي كده 1 ديجيت. طب ليه 1 ديجيت؟ عشان ال 10 عندها 1 0، فانا همشي البوينت 1 ديجيت تو ليفت، فالبوينت هتيجي اهو ما بين ال 7 وال 2. طب وبالنسبه لل 10، ال 10 اتلغت خلاص، طالما البوينت عملت موف تو ليفت، الايه ال 10 دي اتلغت خلاص كده، وبقت دلوقتي الانسر بتاعتي ايه؟ 7.24. خلصت على كده مثلا. طب لو جينا بقى على 10 باور 2، 72.4 10 باور 2 means what؟ means ان الزيرو ده اتكرر مرتين، يعني 10، اصل 10 باور 2 معناها ايه؟ معناها 10 تايمز 10، ف 10 تايمز 10 اصلا يعني 2 زيروز اهو ينزلوا، و1 تايمز 1 يكوال 1. فبمعنى صح، لو 10 باور 2 يبقى انا ايه؟ I have 2 zeros يبقى 100. لو 10 باور 3 لو 10 باور 1 يبقى دي ايكوال 1 ايكوال 10. لو 10 باور 2 يبقى دي ايكوال هاف 2 زيروز يبقى 100. لو 10 باور 3 يبقى 1 وهاف 3 زيروز 1000 اند سو اون. طيب الحاجه الثانيه، ان انا لما باجي اعمل ديفايدد انا بحرك البوينت تو ليفت مش تو رايت، لان في التايمز بنحركها تو رايت، فهنا ذا بوينت موفز تو ليفت تو ديجيتس، فهتيجي هنا ادي 1 2 هتيجي هنا، وطبعا دي اتلغت، يعني معناها ايه بقى؟ معناها البوينت بدل ما كانت هنا جت بعد ال 7، يعني بقت الانسر 724 والبوينت بقت هنا. طب البوينت لما بتبقى في الاول هنا كده خلاص بنحط لها ايه؟ زيرو كده. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى 0.724، او لو عايزين نقراها صح 724000. ليه؟ لان ده بيسموه تنث، ده هندرث، ده ثاوزانث. فلو عايز اقرا ده صح هقول ايه؟ 724000. بس ده ببساطه موضوع الديفايدنج باي باور باورز اوف 10.